أنا كنت حامل جديد ليه 40 يوم وكنت شغالة في برد. رغم الشقة اللي بيشوفوه في حياتهم في رضا بكل حاجة. جوزي كان سيبني لا ليه أب ولا ليه معاش. الحمد لله ربنا رضانا والحمد لله. مين دول؟ دي أم مها شغلانتها بتنظف الشارع، معاها بنتين بتشيلهم وهي بتشتغل، وده علشان تساعد جوزها في انها تربي بناتها ويسددوا الايجار. برغم تعب الشغلانه هي راضيه. هي ممكن متعبه شويه ومتعب كمان لظهري، بس في نفس الوقت بقول الحمد لله. انا يعني بعرف امشي وفي صحه ربنا اعطاني، وبساعد جوزي وبساعد عيالي على الحلال وبربهم بالرش الحلال. اللي احسن ان انا اشتغل ولا اللي احسن نستلف تاني ونتدين تاني ونفضل علينا الدين؟ راضيه الحمد لله. انا يا نفسي امنيه حياتي لكليه النمنا دي عايشهم بالقرش الحلال، ونفسي اعيش من الايجار. نفسي يعني بدعي ربنا لنا النهار يريحنا من الايجار. بتوصل طلبات للناس. عندها 65 سنه، جوزها متوفي ومعاها 5 اطفال، هي الأب والأم لأولادها. برغم سنها بتوصل طلبات طول اليوم. زينا الأروانة دي النهاردة كان فيها 3 حلق وفيها 6 علب محشي. بقيت ماشية أشيل رجلي وأحط رجلي بالعافية. حبيبتي 20 سنة وأنا بقاسي، كنت بتاجر في الدقيق، وبعد الدقيق عملت محشي، وبعد المحشي بودي سبت من رمسيس للعتبة محشي سبت بتاع البلكونة دي. ما بعرفش ليه بخبط على عيال اللي محتاجوا حاجه. جوزي كان سيبني لا ليه اب ولا ليه معاش. الحمد لله ربنا رضانا والحمد لله. من مؤسسه حياه كريمه ده اجار سنه قدام للشقه. دول 20,000 جنيه. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. يا من بجد مش عارفه اشكرك ازاي. مفيش شكر، ده احنا اللي بنشكرك. كفايه امانتك وكفايه احترامك وكفايه مساعدتك لغيرك، يمكن انت كنت محتاجه. الحمد لله يا رب، ربنا عالم بيا برضه. انت بقى كسبت معانا ميداليه ابطال حياه كريمه. يا حبيبي دي هديه بسيطه من مؤسسه حياه كريمه. يا حبيبي ينجبر بخاطر. الفلوس دي هتقدر تخليكي تجيبي المحل، تدفعي ايجار سنتين قدام، ينجبر بخاطرك، وتجيبي بضاعه ب 30-40,000 جنيه، ينجبر بخاطرك، ويتبقى معاكي شويه فلوس. يا حبيبي يديك ويراضيك من واسع. جبر الخواطر يعني حياه كريمه.